للمزيد حول الأسواق العالمية ينضم إلينا من دبي رئيس قسم الأبحاث في أكويتي جروب سيد رائد الخضر. أهلا وسهلا بك سيد رائد معنا على سكاي نيوز عربية من جديد. دعنا نبدأ من ما حدث أيضا بالدولار بداية خلال تداولات يوم أمس. الإعلام من قبل الصين عن تقارير بأنه ستقوم بوقف شراء السندات الأمريكية، ومن ثم نشهد تراجعات حادة للدولار، واليوم يأتي بالنفي ونعود مرة أخرى للتراجع. هل نحن من جديد على فقط الحركة التي نشأتها بالدولار تصحيح أم هي استمرارية لاتجاه جديد؟ حقيقة الدولار الأمريكي كان خلال التعاملات العام الماضي في تراجع حاد، ويعني جاءت هذه الأخبار أو هذه الأحداث لتزيد من الضغط على أداء الدولار الأمريكي. طبعا تصحيحات هي اللي عم نشهدها اليوم هي تصحيحات نتيجة النفي، ولكن يعني فيما يتعلق بسندات الخزانة الأمريكية أو السندات إجمالا فهناك توجه وإقبال كبير من قبل البنوك المركزية حول العالم إلى بيع للسندات الخزانة، وتوجه إلى تشديد السياسة النقدية مثل ما ذكرت في التقرير. كذلك الأمر يعني بالنسبة للسندات الخزانة الأمريكية فهناك ارتفاع كنا نشهده أساسا على عوائد السندات الأمريكية. النقطة هي أن أداء الدولار الأمريكي يعني تصحيحه مؤقت في الفترة الحالية، ولكن الاتجاه العام لا يزال اتجاه يضغط بالاتجاه الهابط على أداء الدولار الأمريكي، نظرا لوجود مستويات التضخم التي لا تقل عن المستهدفات والانقسام الطفيف الذي نشهده داخل الفدرالي الأمريكي في اتجاه تشديد السياسة النقدية الذي يقلل من احتمالية رفع أسعار الفائدة بالعدد المتوقع من الفدرالي. وبالفعل يوم أمس كان أحد أعضاء الفدرالي كاشكاري كان قد ذكر أنه طالما أن معدلات التضخم لازالت منخفضة وعلى مدار العشر سنوات الماضية لم نصل إلى مستويات المستهدفة، قد يكون يجب علينا اتخاذ أبروتش أو اتخاذ إجراءات جديدة غير سياسات رفع الفوائد أو حتى تخفيضها. أنتقل معك أيضا بنفس الوقت بالنسبة للبنوك المركزية. خلال التداولات الأسبوع الجاري فاجأ البنك المركزي الياباني بوقف عمليات شراء السندات على الأجل على المدى الطويل أو سندات طويلة الأجل لأول مرة منذ العام 2012. الين هو الأقوى بالتأكيد، لكن هل نستمر بهذه القوة؟ يعني مثل هذا الأبروتش الذي كان من قبل البنك المركزي الياباني نوعا ما كان مفاجئ للأسواق، خصوصا أن شينزو آبي ويعني المركزي الياباني كان خطته الأساسية التحفيزية واستمر لعام كامل دون تعديل في هذه الخطة. مثل هذا الإجراء بشكل كبير أثر على أداء الين الياباني، ومن المتوقع أن يكون له وقع أكبر مع الدخول الفعلي بمزيد من الإجراءات في تشديد السياسة النقدية إلى حد ما. هذا يعطي يعني مؤشر جديد ومتغيرات جديدة داخل صناعة السياسة النقدية في المركزي الياباني بمثل هذه العملية سندات طويلة الأجل الإقلال من شرائها. يعني إجمالا أيضا يؤكد على أن هناك اتجاه عام لاستيعاب النمو الاقتصادي العالمي الذي يحدث حقيقة، وتوجه عام لتشديد السياسة النقدية حول العالم بعد أن كان هناك حقبة كبيرة منذ الأزمة المالية العالمية يعني تمتاز بالسياسات التيسيرية. بالنسبة لليورو أيضا بشكل عام خسرنا مستويات العشرين وتسعتاش خمسين خلال جلسة يوم أمس وأيضا جلسة اليوم أيضا، ما هي المستويات التي تعتقدون أنه اليورو يتجه إليها؟ حقيقة نرجع بنقول العودة الدولار الأمريكي للارتفاع هي بيست على الأحداث الأخيرة اللي نحن شهدناها، لكن اليورو يعني كمستويات دعم حقق مستويات دعم قوية عند مستويات 16-40 تقريبا، وكانت هي مستويات مهمة جدا. الآن بعد الوصول إلى مستويات 16-50 واللي هي بحد ذاتها تعتبر مستويات مقاومة يحتاج إلى الإغلاق فوقها، لا يزال هناك توقعات بمزيد من الارتفاعات لليورو، مزيد من الإجراءات قد تحدث من منطقة اليورو، بيانات اقتصادية تشجع فيما يتعلق بالتضخم تدفع اليورو مجددا للارتفاع فوق مستويات العشرين. الاتجاه العام لا يزال اتجاه صاعد على اليورو دولار الأمريكي. رائد بالنسبة للبيتكوين يعني تراجعات خلال يوم واحد ب10%، لأن كوريا الجنوبية تتحدث عن وقف حتى أو أنه قانون لوقف حتى تعدين البيتكوين اللي هو أيضا يعني ما يسمى بتعدين البيتكوين أو اللي هو الذي يخلق البيتكوين في السوق. وقف التعدين، هل نحن على موعد مع انتهاء فترة البيتكوين وهل انتهت العملات الرقمية؟
حقيقة هذه المجابهة التي نراها الآن فيما يتعلق بالتشريع البيتكوين أو نهوض التشريعات أمام البيتكوين، أعتقد هذا أمر كانت الجميع يتحدث عنه أنه يجب أن يكون هناك تدخل وتنظيم رسمي، لكن يعني أن نقول أنه تم إنهاء أو إلغاء هذه العملة وسوف تذهب إلى مزيد من انخفاضات الأسعار لا تزال تعكس غير ذلك، يعني لا تزال هناك يعتبر مثل هذا الأمر أمر تصحيحي، يعني انعدام وجودها لن يكون بسهولة. طبعا مزيد من الإجراءات الرسمية من الدول سوف تمنع مزيد من الارتفاعات الحادة على البيتكوين، ولكن تبقى هناك مستويات نوعا ما دعم قوية لهذه العملة. بالفعل فيما لو تم ذلك يعني تنتهي فكرة البيتكوين بشكل عام، لأنها أيضا هي غير مبنية على عدم وجود أيضا الشفافية وعدم المراقبة. على كل أشكر حضورك معنا اليوم، رئيس قسم الأبحاث في إكويتي جروب سيد رائد الخضر، شكرا جزيلا لك.